أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي وأولادي كانوا يقيمون معي في مدينة جدة، ثم ذهبوا لإكمال مسيرة تعليمهم في مصر، لكنهم يحضرون كل فترة لتجديد التأشيرة. فإذا أرادوا الحج أو العمرة، هل يحرمون من جدة من بيتي أم يحرمون من الميقات؟ إن كانوا ناويين للحج أو العمرة لقدومهم من مصر أو من غيرها، مروا على الميقات وهم ينوون الحج أو العمرة، فإنهم يحرمون من الميقات. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا جاءوا بقصد قطع التأشيرة ولم ينوا حج ولا عمرة، وإنما بدا لهم ذلك بعدما تجاوزوا الميقات، فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا منه، بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت مما يلي مكة، فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، أي من حيث نوى. نعم.